and get your hand off my hips and kiss my lips, kiss my lips, kiss me all over. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم احمد من قناه جيمر فاكم، رجعنا لكم بحلقه جديده من لعبه ارك سيرفايفل. رجعنا لكم بعد غياب فتره بسبب ظروف خاصه، ان شاء الله راجعين مثل قبل. بهاي الحلقه راح نراويكم شلون نبني بناء على ارض عوجه، يعني هسه مثل هذا ارض مو عدله نازله منه وصاعده منه، هذا بناء على ارض مو عدله. راح نبني هسه هنا حديقه وناسس بوري الماي ونوصل لها ماي ورا ما نكمل بناء الحديقة. اوكي، هسه انا يعني الحديقة مالتي 5x5، انا بنيت البداية مالتها هسه منها، راح نكمل هسه البناء. بس خلوا اخر هذا اللي جوزل، تعال وراي سيدي جوزل. طبعا شباب احنا مستمرين بهاي السلسلة، ما راح نقطع اذا الله اراد، هي ولايف افتر. طبعا حتى لايف افتر ضمن يعني مفكرتي نكمل البناء. خلينا نشوف، انا باني يمكن اعرف. اوكي، طبعا شباب انا بدايه البناء سويت من التاتش، وبعدين راح احوله خشب، ورا ما احوله خشب احوله حجر. هاي هنا ما ينبني، ما ادري ليش، الظاهر راح احاول انه فد اسوي فد حركه انه ارجع هيك. نقدر حتى هنا ما يصير، اذا نقدر نسوي لنا عمود. خلينا نشوف. اوكي، لقينا هذا العمود راح نبني. شوف نقدر نسوي لا ما نقدر، راح اخليه بنصه. اوكي، خلينا نشوف اذا قدرنا نسوي، يعني هاي احتيال على اللعبة. ها ما تصير، تعال راح اخليه هنا والله. خلينا نشوف وين هو هذا العمود. والله خليه منا نشوف هسه اذا يصير. لا ماكو شيء، ما صار هنا شباب. والله فد لحظه خليني نشوف هسه، حطه بهذا الشكل. اوكي خليني نشوف هسه يصير. لا حلو، صار حلو. يلا لحظة هسه صار، هو صار يعني، بس اقدر اشيله هسه. هذا اشيله شنو يصير؟ حلو يظل يعني بس اعتقد انا ما راح اقدر اكمل البناء، يعني لان هاي من الارض مرتفعة كلش، هواي فرق هواي بيه. نسوي لنا من عمود، نعم بهذا الشكل. هسه حاليا شباب انا شنو ما اقدر ابني هنا، ما اقدر ابني هنا، بس اذا خليت العمود راح اقدر ابني. هسه هاي هنا عادي، بس هنا ما راح اقدر ابني. هسه من اخلي العمود شو يسمونه البايلر راح اقدر ابني. هذا عندي بايلر، وانا مسوي لي بايلر هنا بهذا الشكل، بهذا الشكل هذا راح اقدر هسه ابني هنا. صار حلو، هذا القطع شباب راح القيه. توقعت انه ما يبني من هذا الجانب، فراح اكمل من هذا الجانب. هذا الجانب راح اكمل من عنده واكمل البناء. خلينا نشوف هسه شلون راح يصير. اوكي حلو جيد. هنا ما يصير، يخلينا بايلر بعد ما اقدر. شنو عندنا؟ ناقص خشب، سهل نجيب له خشب. حاول نخلينا بايلر هنا اذا يصير. ما يصير اعتقد، يصير
يصير بس ما منه فايدة. هو خلينا نشوف بيه فايدة أو لا. حلو صار، نقدر نبني هسه. أربعة، لحظة انحشرت، تصير هاي. حلو تصير، حلو صارت. والله خلينا نشوف هسه جد. 1 2 3 4 5. حلو، قلنا العرض 5، الطول 5، مستقبلا اذا اردنا، اذا فكرنا انه نكبر الحديقة مالتنا نضيف لها بعد سقف، لان انا اقدر ابني، اعتقد اقدر ابني سقف بعد. حلو، اقدر ابني سقف بعد. هسه هاي كبناء اولي، احنا عندنا هذا كبناء اولي هنا عندنا. فهاي فائدة العمود، انه نستفاد من عنده، يعني نقدر نكمل بناء السقف بدون الحاجة الى الفاونديشن، ما نحتاج الفاونديشن اللي هو الاساس هذا. ما اعرف اذا احتاج سقف، راح اخليه هواي 10. حاول انه يكون البناء مالتنا متناسق، الطول، العرض، الارتفاع، حتى يكون بيه جمالية. هاي صار انه هواي خلق الغي من عندهم. ما ادري ليش بنيتها هاي، ما يحتاج هيك بنيتي، قلت خاف احتاجها. اوكي، العرض 5، والله اقدر اعرض بعد، اذا اقدر اعرض بعد راح اقدر اطول بعد. عملية تناسبية تتناسب طرديا مع مربع الـ اوكي، هي 5 5 حلوة، بس بعد الطمع سهولة خائسة. اوكي نقدر هسه؟ لا ما نقدر، ليش؟ اعتقد لان ما وصل للارض. لا وصل، اعتقد لان ما وصل للارض. والله تمام، ما واصل للارض، يعني نقدر نكمل. اذا ما واصل للارض نقدر نكمل العمود، حتى يعني نقدر نبني السقف. يعني اذا ما يوصل للارض ما نقدر، ما راح نقدر. شيء اكيد شيء بديهي يعني، بس هنا ما نقدر. هذا اراد لنا عمود ثاني، لازم عمود ثاني. اذن يعني نقدر نوصل عمود بعمود تمام حتى يوصل للارض. راح تصير حديقة خرافية. هنا نحتاج عمود بعد، بعد واحد جوا. حلو تصير، شي اكيد تصير لان انا جايبني بيها، فتصير لابد تصير. ها انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ هسه احنا عرضنا ساف، راح نطول ساف بعد. يصير شي هنا ما يصير، لازم بعد شو نسوي؟ نسوي عمود. طبعا شباب العمود يصير بين يعني قطعة وقطعة، بين مربع ومربع، يعني ما يصير كل مربعين عمود أو ثلاثة عمود، لازم بين مربع ومربع عمود. خلي نكمل البناء. جاي كمل البناء السقف العرضي. هنا ما يصير، يراد لنا عمود. ما ضل صاعد لي فوق. لا جيد، هسه نخلي السقف. عمي شيني انا فنان فنان. اوكي اوكي هسه ورا ما بنينا التاتش، بعد ما نحتاج انه نكمل بالتاتش، راح نسوي خشب او لا مو خشب، راح نسوي زجاج.
لان هي المزرعه المفروض تكون من زجاج، والارضيه راح احولها خشب، راح احولها حجر. اوكي، هسه راح نكمل البناء. راح تكون الواجهه مالتها هيك بهذا الشكل، ومنها هذا الجانب مال المزرعه. اوكي، ها راح تكون كلها جدران. خلي بوابة هنا حتى نطفر. هي مو لازم، بس راح تكون كلها جدران. راح نسوي لنا جدران اثنين كافي بابين، لكن اذا احتاجيت اسوي بعد باب ثالث. لحظة لحظة، هسه البيبان وين راح نخلي البيبان؟ راح نخلي لنا هنا واحد، ونخلي بعد وين؟ خلي هنا واحد. اوكي شباب، هنا شباب بس من اريد ان اخلي الحائط، شو يقول؟ يقول يحتاج الى دعامة فاونديشن، يعني دعامة اساس. ما راح تقدر انه يعني نبني الحائط اذا ماكو اساس قوي. خلينا نشوف شو راح نسوي الحائط. فد لحظة فد لحظة، خلي احاول اقعد اعبر، اقدر اقعد اعبر. حلو، نعم ممكن. خلينا نشوف هسه اقدر ابني الحائط. حلو، نقدر. فلازم شباب اذا يعني اذا صار عندكم فد خطأ بالبناء تعدلونه، يعني يحتاج هو اساس فاونديشن احنا ندعمه بالعمود حتى نقدر نبني الظاهر. يعني مو بس الأرضية، حتى الجدران نفس الحالة هم تحتاج فاونديشن. يعني اعتقد مؤسس اللعبة يحاول انه يخلي واقع اكبر قدر ممكن من واقعية به، حتى هم يعني بطريقة يصلح الاخطاء، يعني ما يريد يخلي اكو اخطاء باللعبة، وهذا شيء يساعد على نجاح اللعبة. طبعا انا اللعبة عاجبتني حيل، هواي عاجبتني، بيها واقعية، نسبة واقعية كلش كبيرة. يعني هسه مثلا هذا بناء الحائط ما قدرت ابنيه اذا ما سويت هذا العمود اللي بنص المزرعة، او يعني البناء. هسه شو نسوي؟ خلاص عندنا الجدران، خلينا نروح نجيب بعد جدران. طبعا حذف جزء من التصوير بس يعني ما راح يأثر علينا. اوكي شباب نكمل. حلو نكمل، بقى عندنا صافيين، راح نكمل هنا هذا الساف وهذا الساف. خلصنا، بقى عندنا بس السقف، بعدين هذني فوق البيبان نشوف انهن دبارة. حلو، هذا السقف هذا الشكل راح يكون. خلاص نحتاج بعد وغاد عندنا صافيين بس. حلو زين، انا جايب كريستال هواي كفى.
راح يكفيني. طبعا ما توقعت يكفيني زين. اوف بعد اثنين. حلو خلصنا. اوكي نكمل. بعد عندنا شغلات شنو ما جاي اقدر اطلب منه. بدايتها ايش نهايتها شلون؟ اوكي ولا عندنا شغلات بسيطة بس نخلي البيبان. اوف بعد باب. انا بالرياضيات كلش. خلي هنا حاير. هنا حاير. هسه من نريد نطلع لازم نقعد. لابد لازم هيش نقعد. يلا نطلع بعد ما تصير. اوف مبطح. يلا يا خالي إرادة ما روض صقر لأن عندي كان عندي صقر لأنه ما تصقر. ولو أنا عندي هذا أوكي ابنهم هذا هنا قدامي دور عليه. أوكي كمل هسه البناء. بقى شنو بس نحول الأرضية خشب حتى يكون يعني شكلها حلو. وهاي بالشهادة. يمتى تركض؟ يمتى تركض؟ اوكي. اوكي شباب راح نكمل بناء المزرعة. طبعا انا ما راح اسوي يعني هواي زرع يعني بس ثمانية اثنين اربعة منا واربعة منا. يعني بس كبداية يعني تجربة اولية. موارد راح اجيب بعدين. هيك خليها هيك بهذا الشكل. لحظة هيش صار منظور الشخص الأول. يلا ما يخالف مشكلة. نحاول يكون سنتره عدل. اوكي ثمانية. أسجل بني بني أربعة. خلي هنا بعد أربعة هذا الشكل. هنا نحتاج بس ثلاثة. اوكي هسه شو نسوي؟ نجيب الماي. نروح نجيب الماي. اوكي شلون نصعد الماي لهاي النقطة عندنا فوق؟ احنا عندنا قلنا اربع ثمانية. عندنا هنا اثنين هنا اثنين. اذا مثلا شباب شو نسوي؟ نجيب هنا عمود مثلا. عمود هنا. لحظة عندي انا عمود يعني بهذا الشكل هنا راح يكون. او هنا خلي تغير هاي الاربع كلهم راح يصيرون سوا. خلي نجرب مثلا. لا هذا راح يصير عالي هيجي بس مو مشكلة. خلي يصير هيجي. خلي نحولهن هذول هنا. اوكي اكو غيرهم بعد قطع بناء. ماكو بس هذا. لا هاي بعد اكو. وين اخليها؟ خلي هنا. والله خلي نروح نشوف هسه الوضعية شلون. سويها. فكر راح اخلي تي لعد هنا. راح اخلي تي و كمل بهاي الطريقة.
بعد يكون عالي احسن. هسه ننزله. اوكي خلي نشوف هسه يصير. حلو يصير. حلو سويناه هسه مضبوط تقريبا يعني مضبوط. نشوف هسه احنا نقدر يعني نشغل الماي للزرع. لحظة هذا هنا راح يكون. حلو بس ها هسه راحت العلامة مالت الماي اعتقد راحت. كلهن راحن كلهن راحن مو كلهن راحن. حلو بعد يعني هذا هسه حاليا وصل الماي للمزرعة بس يحتاج سماد ويحتاج يعني زرع سماد وزرع. اوكي شباب نروح نجمع مواد ونكمل حقول الزراعة. اوكي شباب رجعنا لكم بعد ما كملنا كم شغلة خلف الكواليس. سوينا حقول الزرع هاي كملناها حقول الزرع. طبعا احتاجت من عندي هواي حجر هواي موارد حتى اكملهن. اضطريت انه اكملهن ورا الكواليس يعني. فهسه بقت شغلة واحدة انه شو اسوي اربط البوري يعني من اخلي يمكن راح اخلي بوري وهنا راح اخلي بوري. انا ما احتاج يعني هواي بس للفيكه يعني للفيكه راح اخلي هنا واحد. طبعا شباب حولت الارضيه خشب كانت تاتش حولتها خشب وقدرت يعني ورا ما حولتها خشب قدرت انه من اريد افتح الباب اقدر اطلع. كان من كان تاتش ما اقدر اطلع يعني. فيفضل انه تحولونه خشب الارضيه خشب. ومستقبلا راح احولها حجر اجمع له مواد احولها حجر اذا صار عندي موارد هواي. هسه راح شو اسوي راح اسلك بايبات من جوا الارضيه مالت المزرعه. طبعا فشغله شباب يعني ما قلت لكم بيها من حولت الارضيه خشب اضطريت انه اضيف عمود للارضيه حتى اقدر احول الارضيه تاتش الى خشب يعني ما اعرف لان هذا الخشب افضل من التاتش. اوكي هسه نكمل تسليك البوري. فاللحظة فاللحظة خليني اضيف بوري من فوق حتى يعني اعرف وين اوصل البوري من جوا. هسه هنا راح نخلي بوري. هاي هنا راح نخلي بوري. اوكي بعد وين عندنا راح نخلي بوري. راح اخلي بوري هنا وبوري بعد هنا همه. اوكي شباب راح اخليه هيك بهذا الشكل يعني حتى يكون متساوي متوازي يعني. اوكي خلينا هسه نروح ننزل جوا نكمل تسليك البوري من جوا. اوكي شباب طبعا ما اقدر تربط بين بوري وبوري لان الارض مو عدلة وحتى ما اعرف يعني البوري ما يجي عدل. خلي ينزل ويا. اوكي سوينا بوريين بعدين راد لنا بوري. هنشوف وصل الماي. خليني اسوي له هاي. وصل الماي وصل الماي هنا. بوت عندنا هاي الجهة بس. طبعا شباب راح يصير عندي انا 4 بواري. شن تريد انا افكر انه بوري واحد وينتهي المشكلة يعني ما حاجة انه اسحب 4 بواري.
اوكي انتهت الشغلة هنا، انتهت اعتقد وصل الماي. وصل الماي هنا حلو. بعد احنا عندنا بعد رادلنا وحدة. بس هنا وحدة بعد رادلنا. هسه هذا اذا اسويه وين يروح؟ يروح هيك يطلع. خلي هسه نمشي وحده طقتي. خلي يطلع قبل وين يروح. خلي يروح اوكي شباب، كملناها بعد عنان طويل. بس خلينا نشوف اذا عندنا نقص بوري. هاي هنا عندنا نقص. هاي حذفناها بالغلط. خلينا نشوف هاي هم نحذفها. هاي اضافة قلنا اذا صار بيها شي يعني نغير اتجاه البوري. خلينا نحذفها ما نحتاجها. هذا نصعد هسه فوق. حلو كملت المزرعة. حاليا كملت المزرعة. بعد ماكو عندنا شي يعني خلط. ان شاء الله وصل الماي كل الحقول. اوكي وصل الماي كل الحقول. بغى شباب بس نزرعها ويكمل شكلها النهائي. يعني هاي المزرعة على قدر الامكانيات. كان ببالي انه اسوي هنا مثلا السقف يكون بشكل مثلث يعني مو بهذا مربع. بس يعني الحمد لله وشكر سويناها بالاخير على قدر الامكانيات وقدر المواد اللي عندنا. اوكي شباب كمل البناء. كملت المزرعة السعيدة. البيت الزجاجي. لا تنسون اللايكات والاشتراكات للمزيد. مع السلامة. باي باي. ولا تنسى مشاهدة اخر 4 مقاطع.